تشرفت بكل فخر وسرور اليوم بلقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لأودعه باعتباري سفير فلسطين وقد أنهيت مهامي وعائد إلى أرض الوطن. كان لي شرف هذا اللقاء الذي تبادلنا خلاله موقف الجزائر الثابت والراسخ والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. الرئاسة الجزائرية تحضر لمؤتمر قمة عربي، نتمنى له النجاح والتوفيق، وأيضا نتمنى أن تكون هناك زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني أبو مازن لمناقشة كثير من القضايا المشتركة والقضايا القومية والقضايا الدولية. كان هذا لقاء مفعم بالحيوية، استمعنا للأخ الرئيس عن موقف الجزائر من كثير من القضايا المحيطة والعربية وخاصة القضية الفلسطينية التي يدعمها ويؤيدها، وشكرناه على موقف الجزائر والذي جاء مؤخرا على لسان الرئيس عبد المجيد تبون يوم أعلن أنه ضد الهرولة وضد التطبيع، وأعلن أنه لن يشارك ولن يبارك في هذا المسار، وأن القضية الفلسطينية قضية مقدسة للشعب الجزائري. أبدينا له كل الارتياح والمحبة وعشق الشعب الفلسطيني للشعب الجزائري، وأملنا الكبير دائما في الجزائر، ملد المليون ونصف مليون شهيد ومواقفها الراسخة بتأييد ودعم الشعوب المظلومة بما فيها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأبدى الرئيس الجزائري استعداده لتقديم كل ما أمكن للشعب الفلسطيني. كان لقاء مفعما بالمحبة ومفعما بالحيوية، وشكرنا الرئيس الجزائري على كل ما قدمته الجزائر عبر عشرات السنين مواقف صادقة ومخلصة وثابتة، وهي لا زالت الجزائر ثابتة على موقفها من نضال الشعب الفلسطيني الذي كان للجزائر مصنات في بداياته منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة عام 65.